مرحبا وأهلا وسهلا وسلام للجميع. اليوم في عنا حلقة راح تكون من الحلقات اللي طلبتوها عن السياسة الكندية. سنتكلم عن السياسة الكندية في عدة حلقات، أنا وصديقي وزميلي الأستاذ محمد على كنار تي في، وحنكون معكم لتفصيل السياسة الكندية من الألف إلى الياء. سنبدأ اليوم في الحلقة الجينيريتك الكبيرة هاي اللي حتتكلم عن أقسام السياسة الكندية، كيف السياسيين في كندا بيشتغلوا، كيف القوانين بتطلع، أي قوانين تتبع لأي فضاء سياسي، هل هو الفيدرالي أم غيره. وعشان هيك اليوم حنستضيف ضيفين حيعرف عليهم أخي وصديقي الأستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد. طبعا نرحب بكم اخواننا، اهلا وسهلا فيكم. نتحدث في هذه البرامج عن القضايا الكنديه، واثرنا انه نستهل اول كلامنا في مواضيع الاحزاب الكنديه بمدخل عن السياسه الكنديه بشكل عام. نرحب معكم بضيفينا الكريمين العزيزين الدكتور نور قادري. اهلا وسهلا دكتور نور. مساء الخير استاذ محمد، استاذ مساء الورد. شكرا. والمهندس حسن غية. اهلا بكم جميعا. اهلا بكم. طبعا الدكتور نور معروف في الاوساط السياسيه جميعها، رئيس منظمه كاف الفيدراليه العربيه في كندا. والمهندس حسن غية معروف بنشاطه السياسي، وهو المرشح السابق للبرلمان الكندي. ويعني احنا نجد في الدكتور نور والمهندس حسن رمز للعمل العربي السياسي، تجارب مكثفة، خبرة طويلة، اطلاع واسع، نظرات مهمة اختلف البعض معها أو اتفق. في لقاءاتنا السابقة كان هناك ملاحظات، وكان هناك تأييدات، وكان هناك أسئلة واستفسارات، وكان هناك معلومات جديدة حقيقة فاجأت الكثير من الأصدقاء. هذا هو الواقع، وحين نتحدث عن السياسة يجب أن نستوعب هذه المرونة في السياسة. السياسة ليست لونا واحدا، السياسة عدة ألوان ولا يمكن أن تحصر بلون واحد. في هذا اليوم نريد أن نتعرف من الأخوين الفاضلين الدكتور نور والمهندس حسن عن السياسة الكندية، ونبدأ بتوطئة للسياسة الكندية قبل أن ندخل بالعمق وقبل أن ندخل بالتفاصيل. فأرجو من كليكما أن تقدم بتوطئة عامة عن السياسة الكندية. كيف ترون السياسة الكندية؟ كيف يمكن أن تصفوا العمل السياسي بكندا بشكل موجز؟ دكتور نور نبدأ بك. مساء الخير أستاذ محمد، دكتور جمال، وأخي المهندس حسن. يسعد مساكم جميعا مشاهدينا الكرام. أشكركم مجددا على إتاحة الفرصة لنا لمشاركة خبراتنا السياسية في هذا الميدان. كندا هي أحد دول الجي 7 أو الدول الصناعية السبع الكبرى، وهي عضو في الجي 20 وكمان الدول الصناعية الأكثر تقدماً، وهي الدول 20 الأكبر. هي دولة ديمقراطية تتبع المنهاج البرلماني الموجود في بريطانيا الأم. معظم الكنديين يدون بولائهم إلى الملكة إليزابيث الثانية حاليا، وهي الرئيس الأعلى للدولة، ممثلة بالحاكم العام أو الجوفرنر جنرال. نظام الكندي هو نظام برلماني في السياسة. رئيس الوزراء يعين من قبل الحاكم العام بعد فوز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات العامة.
طبعا ان في كندا السياسه تنقسم الى اربعه ليفلز او اربعه اقسام: القسم الفيدرالي وعام في كل كندا، و سنتكلم بالتفصيل عن ماهية هذه الأشياء، ومن ثم المقاطعات. هنالك 10 مقاطعات في كندا وثلاثة أقاليم، وهم يشكلون الفيدرالية الكندية. ومن ثم القسم الثالث، وهو سياسة البلديات. في كل بلدية هنالك، وتحت هذا المنظور، ممثلين المدارس أو سكول تراستيز. هم كل هؤلاء الناس ينتخبون ويكونون بخدمة الشأن العام في كندا، وسنقوم بالتفصيل على تفسير هذه الأمور. ممتاز. أستاذ حسن، أنا عندي سؤال، يعني هذا سؤال قد يطرحه كثير من الناس خاصة اللي خارج كندا. ما هو دور الملكة، ملكة بريطانيا في كندا؟ زي ما حكى الأستاذ الدكتور نور إنها هي الحاكم العام، لكن هل فعلا لها دور في قيادة الدولة، في تحديد سياساتها؟ هل التاكس بروح جزء لها؟ ما هي الصورة للكنديين بالنسبة للكوين إليزابيث أو ملكة بريطانيا الحالية؟ يعني دور ملكة بريطانيا في كندا هو كما حتى إلى حد ما كما هو في بريطانيا أيضا: تملك ولا تحكم. يعني نحن في كندا كما تفضل الدكتور نور، نحن في دولة فيدرالية برلمانية، وبالتالي لا، الملكة هي رئيسة الدولة ولكنها رئاسة رمزية، هي توقع ممثلة بممثلها هنا والذي هو الحاكم العام أي قانون يصدر من الحكومة الفيدرالية، من الحكومة الفيدرالية، من أي قانون يصوت عليه بالبرلمان الفيدرالي أو بالبرلمان المحلي، يعني provincial أو federal، لا يمكن أن يكون ساري المفعول حتى يأخذ التوقيع الملكي، ولا يعني أنها الملكة شخصيا توقعه، إنما ممثلها هنا. ولكن عندما يصوت البرلمان بشقي مجلس النواب، مجلس العموم ومجلس الشيوخ، عندما يصوت هذان المجلسان على قانون معين، يصبح تحصيل حاصل أن ممثل الملكة سيوقع على هذا القانون. مسألة أخرى: تعيين الحكومة. كما تفضل الدكتور نور، عندما تجرى الانتخابات، الحزب الذي ينال أكثر عدد من مقاعد مجلس النواب يطلب من رئيس هذا الحزب أن يشكل الحكومة. الذي يطلب منه تشكيل الحكومة هو ممثل الملكة هنا، وأداء اليمين يتم أمام ممثل الملكة. يعني هي مسألة رمزية ولكنها هي رئيسة الدولة. أوكي، إذن الممثل لهذه الملكة اللي هي الجوفرنر جنرال. أيوة. عفوا، ملاحظة صغيرة. على الصعيد الفيدرالي هو الجوفرنر جنرال، ولكن في المقاطعات هو بيسموه ديبيوتي جوفرنر، نائب الحاكم العام، ولكن نائب الحاكم العام له نفس سلطات الحاكم العام. يعني ليس أن نائب الحاكم العام في المقاطعة يمر عبر الحاكم العام في أوتاوا، لا، هم في نفس المستوى، كل منهم يمثل الملكة. أوكي. أيوة. أو لفتنان جنرال. أنا زي ما أعود. أيوة. لفتنان جنرال. نعم. ملاحظة صغيرة. عندما بعض أحيان عندما الدولة تقاضي أحد الناس، يقولون الملكة ضد فلان. مثلا إذا ذهبت إلى المحكمة وأردت أن ترى قرارات المحكمة، يقولون أن عندما يكون شخصان يتقاضيان أمام القاضي، يقول فلان ضد فلان. أما إذا كانت الحكومة ضد شخص أو شخص ضد الحكومة، يقول الملكة ضد فلان. بعض أحيان نعم، التاج الملكي. أيوة. بعض الأحيان يكون هنالك خلاف ما بين حكومة إحدى المقاطعات والحكومة الاتحادية، ترى أن في الملفات المحكمة الملكة ضد الملكة. يعني عندما كنا في كليات الحقوق،
كنا من باب المزاح نقول أن هذه السيدة تحب الصراع والتقاضي، تقاضي كل الناس، وإن لم تجد من تقاضيه تقاضي نفسها. يعني هذه إحدى البروتوكولات إن شاء الله يعني نتحدث عنها، هي ربما أصبحت شكلية، لكنها أنا مرة رأيت تقرير متلفز عن بريطانيا ووجدت أنه حتى البريطانيين مستائين من هذه البروتوكولات، وخاصة في افتتاح البرلمان، لأنه حتى يفتتح البرلمان يجب أن تأتي الملكة وتقرع الباب بقلنسوة معينة، ثم بعد ذلك تفتتح، أو إذا لم تستطع تؤجل. فهذا حتى في البروتوكولات البريطانية هناك بعض الكلام واللغط حول الموضوع. لكن نعود إلى كندا. دكتور نور، دعنا نتحدث الآن بشكل عام بالإطار حول السلطات وأدوارها في المشهد السياسي الكندي، هذه السلطات وأدوارها بشكل عام قبل أن ندخل بالتفاصيل. في المشهد السياسي الكندي هنالك البرلمان، والذي يتألف من 338 عضوا في هذه الدورة. البرلمان كل عضو ينتخب من دائرة صغرى، فهنالك كندا كلها تقسم إلى 383 دائرة، وفي كل دائرة يتنافس جميع الأحزاب لينتخب أحد المرشحين. قانون الانتخاب عندنا في كندا، والذي كان عليه لغط وصراع كثير بين الأحزاب، هو ما يسمى first past the post، يعني الأقرب إلى النجاح. يعني ممكن يترشح في أحد الدوائر 10 أشخاص وكل واحد ينال 9 و10%، والأحد الأشخاص ينال 11% ويفوز في المقعد. بالطبع هنالك الكثير من المنافع لهذا القانون، والكثير من المساوئ بكونه غير عادل وغير تمثيلي. اسمح لي دكتور نور. نعم. اسمح لي دكتور نور، قبل أن ندخل بطريقة الانتخاب، دعنا نتحدث عن المشهد بإطار عام. يعني البرلمانات الموجودة وأدوار هذه البرلمانات الموجودة، الحكومات الموجودة وأدوار هذه الحكومات الموجودة على اختلاف وجودها في كندا، قبل أن ندخل بطريقة اختيار. في المشهد البرلماني السياسي الفيدرالي، الحكومة الحالية هي حكومة أقلية بزعامة جوستان ترودو رئيس الحزب الليبرالي الكندي. على الحزب الذي سيشكل الحكومة أن يفوز بغالبية الأصوات، فيما لو فاز بأكثر من 170 صوتا، يعني نصف البرلمان زائد واحد، نصف البرلمان 169 زائد واحد 170، يشكل حكومة أغلبية. أما في المعلم يفاز الحزب الليبرالي في الانتخابات الماضية فاز ب 157 صوتا، فهو بحاجة لأحد الأحزاب التي ترفعه فوق 170 صوت لتدعمه. على المشهد الآخر هنالك مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ في كندا هو مجلس يقوم بتعيينه رئيس الوزراء الكندي فيما لو شغر أحد الأمكنة، فكل رئيس وزراء في سدة رئاسة الوزراء يمكنه أن يعين مكان أي شاغر. يشغر مكان في مجلس الشيوخ عندما يبلغ أحد أعضاء مجلس الشيوخ 75 من العمر، تسمى forced retirement، عليه أن يستقيل من مركزه، أو في حال استقالة أو في حال الوفاة يعين رئيس الوزراء مكانه. مجلس الشيوخ يمثل المحافظات المقاطعات الكندية، كل مقاطعة إلى عدد من الناس في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ في كندا ثابت، عندنا 105 أعضاء، غير مجلس اللوردات في بريطانيا الذين لم يتركوا له سقفا، فهنالك في مجلس اللوردات في بريطانيا أكثر من 800 لورد في الوقت الحالي، بينما في كندا هنالك رقم
محدد. مجلس الشيوخ هو أعلى من مجلس هو أعلى من البرلمان أو مجلس. فعندما تسن القوانين في كندا في مجلس في البرلمان ترفع إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها. قد يعيدها مجلس الشيوخ لإعادة دراستها أو قد يرفضها، وبالتالي لن يكون هنالك قانون لم يوافق عليه مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ هو مقسم للأحزاب، فكان الوزراء المتعاقبين أو الحكومات المتعاقبة في كندا للحزب الليبرالي وحزب المحافظين، لذلك نرى أعضاء مجلس الشيوخ هم من الحزب الليبرالي أو من الحزب المحافظ. هنالك أحزاب أخرى تقول علينا أن نرفض هذا التعيين ونريد أن يكون لدينا مجلس شيوخ منتخب مثل الحزب الكونسرفاتيف وعلى غرار ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنالك ناس يقولون نحن بحاجة إلى أن نترك هذا المجلس جانبا ونلغيه إلغاء كليا مثل حزب الـ NDP أو الديمقراطيون الجدد. هذا في المقلب الفيدرالي. في المقلب دكتور معلش بدي بس في برضه اندبندنت في مجلس الشيوخ صحيح؟ صار في تغيير في الآونة الأخيرة. الحزب الليبرالي الكندي أخذ قرار بأنه جوستن ترودو رئيس الوزراء الحالي بإلغاء الصفة الحزبية عن أعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين وأن يكونوا إنديبندنس أو مستقلين، واقترح تعيين أناس مستقلين مع آلية كاملة لكيفية هنالك لجنة خاصة يتقدم إليها من يود أن يكون عضوا في مجلس الشيوخ، وهذه اللجنة في حال شغر أحد الأمكنة تقوم بانتقاء 5 أسماء بعد دراسة ملفاتهم ورفعها إلى رئيس الوزراء لاختيار واحدا منها ليكون عضوا مستقلا في مجلس الشيوخ. طيب إذن معلش بس اختصارا، مجلس النواب ينتخب من الشعب، مجلس الشيوخ يعين من رئيس الوزراء الكندي في وقت. نعم. أنا اسمح لي أنتقل بالسؤال عن المقاطعات، المشهد في المقاطعات. كيف تتكون السلطة في المقاطعات وأدوار كل سلطة في المقاطعات عند الأستاذ أو المهندس حسن؟ وخاصة أنا إحنا نعلم أن المقاطعات تختلف عن بعضها البعض، فهل هذا ممكن أن نجده في اختلاف في السلطات وأدوار السلطات من مقاطعة إلى أخرى، خاصة فيما يتعلق في كيبك واختلافها عن باقي المقاطعات؟ فلو تشرح لنا بإطار عام أيضا السلطات اللي موجودة وأدوار كل سلطة من هذه السلطات في المقاطعات على مستوى المقاطعات. شكراً أستاذ محمد، ولكن قبل أن أجيب على هذا السؤال توضيح صغير على كلام الدكتور نور عندما قال أن مجلس الشيوخ أعلى من البرلمان. هو بالحقيقة أن البرلمان مجلس الشيوخ ومجلس العموم كلاهما البرلمان، يعني البرلمان في كندا يعتبر برلمان من غرفتين. كلاهما يسمى برلمان، ولكن كما وبقية ما قاله الدكتور أيمن دقيق، يصوت على مشروع القانون في المجلس الشيوخ ومن ثم يذهب إلى مجلس العموم، يصوت عليه في مجلس العموم كما يقولون بالإنجليزية House of Commons، ومن ثم يذهب إلى مجلس الشيوخ إما يوافق عليه أو يعدله أو يعود إلى مجلس العموم. ولكن كلاهما مجلس العموم ومجلس الشيوخ كلاهما يسمى البرلمان. نعود لما تفضل للسؤال. الدستور الكندي، والدستور الكندي يسمى دستور 1867، تم تعديله عام 1982، يقسم السلطات ما بين الحكومة الاتحادية أو البرلمان الاتحادي والبرلمانات المحلية. هنالك أمور هي بحتة. طبعا هنالك تقسيم السلطات ما بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية، ولكن هنالك تقسيم السلطات بين السلطة التنفيذية التي هي الحكومة
السلطة التشريعية التي هي البرلمان، ومن ثم السلطة القضائية. وهذا ينطبق على الحكومة الفيدرالية كما على المجال الفيدرالي كما ينطبق على المقاطعات، تقسيم السلطات ما بين تنفيذية وتشريعية وقضائية. أما التقسيم ما بين تقاسم السلطات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أو الفيدرال والبروفنشال منصوص عليه في الدستور الكندي عام 1867. هنالك خطوط عريضة. الخطوط العريضة مثلا كل ما يهم الشؤون الخارجية الاستراتيجية، شؤون الدفاع، كلها في يد الحكومة الاتحادية. مثلا الحكومات المحلية ليس عندها جيش، مثلا ليس عندها سلطات الشرطة. سنأتي للأدوار دكتور أستاذ حسن. الآن معناها أنه ألم يكن هذا السؤال أستاذ محمد؟ الأدوار يمكن حدث نحكي بها بالتفصيل، بس هل بدي أسأل سؤال، هل الحكومات المقاطعات هو كوبي للحكومة الفيدرالية بنفس الطريقة في مجلس الشيوخ؟ لا، ولا بس فقط مجلس الشيوخ فقط في المجال الفيدرالي. تاريخيا فيما مضى طبعا كان هناك مجال الشيوخ في المقاطعات، أما الآن الوقت الذي نتحدث به الآن هناك فقط الحكومة الفيدرالية فيها مجلس عموم ومجلس شيوخ، بينما المقاطعات فقط مجلس عموم، أو ليس لا يسمى مجلس عموم، يسمى البرلمان المحلي. لأنه هنالك أمر دقيق، ما هو السبب؟ السبب أن مجلس الشيوخ هو لتمثيل مجلس النواب، كل نائب يمثل دائرته، كما تفضل الدكتور نور كندا مقسمة ل 338 دائرة انتخابية، وكل نائب يمثل الدائرة. ولكن المناطق المحافظة ككل عندها اهتمامات، لذلك أو مجلس الشيوخ عندما يتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ هم ليمثلوا طموحات أو اهتمامات المناطق، لذلك هناك مجلس الشيوخ. أما في المقاطعات ليس هناك مجلس الشيوخ. طب الـ 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 الأماكن الانتخابية هل هي نفسها الأماكن الانتخابية تبعت الحكومة الفيدرالية؟ لا، ولا تختلف؟ تختلف. لا، هعطيك مثل بسيط. مثلا نحن هنا في كيبك البرلمان المحلي في عندنا 125 نائب، نعم، بينما الأعضاء البرلمان الفيدرالي الذين يذهبون أو مجلس العموم، ما مجلس العموم من كيبك 67، يعني تقريبا 78. تقريبا 78. نعم 78 78 78 من يذهبون من كيبك ليمثلون كيبك في مجلس العموم، بينما تقريبا النصف. وبالتالي الدائرة الانتخابية بشكل عام، يعني ليست مسألة دقيقة 100%، ولكن بشكل عام كل دائرة انتخابية فيدرالية في كيبك عند تقسم إلى دائرتين في البرلمان المحلي. واضح. طيب بتحب تكمل مهندس حسن عن الأدوار؟ تفضل. طيب، عن تقسيم حسب الدستور الكندي مثلا أمور الدفاع، مثلا أمور الدفاع فيدرالية بحتة، يعني مثلا المقاطعات ليس عندها جيش مثلا وليس عندها وزارة دفاع. مثلا أمور المالية مثلا مقسمة، في هنالك مثلا الميزانية الفيدرالية ولكن المقاطعات عندها ميزانيتها أيضا. السياسة الخارجية مثلا، السياسة الخارجية هي من اختصاص الاتحاد الفيدرالي. صك النقود مثلا كذلك هذا من الأمور الفيدرالية. القضايا الاجتماعية هي من اختصاص المحافظات، ولكن هنالك بند الأمور التي لم ينص عنها الدستور خصيصا عام 1967، لأنها لم تكن موجودة. كل من لا من لم ينص عليه القانون الدستور الأساسي يذهب للفيدرال. مثلا قضايا المطارات، مثلا الطيران، قضايا الطاقة النووية، قضايا المواصلات، الإنترنت وما الإنترنت، كل الاتصالات،
كل هذه لأنها لم تكن موجودة عندما أنشئت كندا وعندما صوت على القانون في البداية، هو لا، هذه الأمور تعود للفيدرالية. هنالك أمور يتم التقاسم بها، مثلا الأمور الاجتماعية هي من اختصاص المحافظات، ولكن مثلا الضمان البطالة unemployment هذا من اختصاص الفيدرالي مثلا، يعني هذه بشكل عام. مثلا الجسور المطارات الموانئ كلها من اختصاص الفيدرالي. يعني هعطيك مثل بسيط، عندنا هنا في كيبك مثلا، في كيبك يعني اللغة الرسمية هي اللغة الفرنسية، تجد أن ولكن كل شيء مكتوب فقط في الفرنسية، ولكن الجسور مكتوبة بالفرنسية والإنجليزية، إلا في نفق واحد اسمه إيبوليت لافونتين، الذين يزورون موريال يعرفونه، مكتوب فقط بالفرنسية. لماذا؟ لأنه لم يعتبر جسرا وإنما اعتبر نفقا، وبالتالي يقع من اختصاص المحافظة. السجون هي مثلا من الاختصاص الفيدرالي، ولكن السجون التي أقل من سنتين، المحكوميات التي أقل من عامين والتي هي تقع تحت طائلة الحكومة المحلية. التربية مثلا، التربية كذلك هي من التربية والصحة من اختصاص الحكومة المحلية، وهذا ما يشكل بعض الأحيان حساسيات كبيرة جدا. يعني كما نرى نحن الآن، أنا في 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 هذه الجائحة التي نحن بصددها الآن، الصحة هي من اختصاص الحكومة المحلية، والمصروف كله يأتي من الحكومة المحلية، ولكن الحكومة الفيدرالية تدفع المساعدات. والذي يظهر الآن، وهذا ما يتذمر منه الكثيرون من مؤيدي الحكومة المحلية في كيبك، أن الحكومة الفيدرالية عندها الدور السهل أنها توزع الأموال وتظهر بأنها حاتم الطائي، بينما المصروف كله يقع على عاتق الحكومة المحلية، ومهما قامت به تبدو أنها مقصرة فيما نحن فيه الآن. طيب أنا أريد أن أسأل سؤال للدكتور نور، هل هذه التقسيم في رأيك، وأنت خبير وأكاديمي، هل هذه التقسيمة تجدها في كندا تقسيمة متوازنة؟ هل راعت هذه التقسيمة أن تكون متوازنة، أم أن هناك أصوات، وسمعنا أن بعض الأصوات تطالب بتغييرات، أم أنها بحاجة إلى إعادة تغيير؟ نتكلم عن 68 أو 67، نتكلم عن دساتير قديمة، ونتكلم عن أشكال قديمة، ونتكلم عن مطالبات بأكثر مرونة. هل تجد في ذلك توازنا، أم أن الأمر يعني سيكون فيه كلام، أو في الأمر القريب سيكون عليه تغيير؟ بالطبع ليس هناك توازنا، فالحكومة الفيدرالية كان من شأنها أن تدير معظم أقسام الدولة، بس كما تفضل أخي حسن الأمور تغيرت. الحكومة الفيدرالية وزعت الأموال وبعثت بالكثير من الأمور الخدمية إلى المقاطعات، والمقاطعات قامت بنفس الشيء ووزعتها إلى الحكومات المحلية أو البلديات. فمثلا أكثر من 75% من خدمات الناس هي من البلديات، إن كانت من الطرقات المحلية أو النفايات أو توزيع المياه أو النظافة، ومعظم الخدمات تأتي من الحكومات المحلية أو البلديات. الخدمات على المستوى الأعلى، يعني مثل رخص قيادة السيارة أو الصحة، كارت الصحة العامة أو الجامعات والتعليم، هذا يتبع للمقاطعات ككل. الحكومة الفيدرالية تركت من شأنها التخطيط الاستراتيجي على المستوى العام في هذه الأمور. مثلا هنالك وزيرة للصحة على المستوى الفيدرالي، لكن معظم المستشفيات تتبع للمقاطعات، معظم الأمور الصحية تتبع للمقاطعات، ومنها البعض يكون تحت رعاية البلديات. كل هذه التحولات كانت جزءا من مماحكات عديدة في من يدير
الأمور. الحكومة الفدرالية قد لا تعرف أن تدير جميع الأمور المحلية بنفس الفعالية كما تدير المقاطعات والبلديات. على المستوى السياسي قد تتنصل الحكومة الفدرالية من كثير من الأمور، فهي تدفع الأموال كما قال المهندس حسن، الكل يفكر أنها حاتم الطائي، وبعدها الإدارة ككل تدار من المقاطعات على المستوى المدارس، على المستوى الجامعات، على المستوى المعاهد، على المستوى المستشفيات، والكثير من الأمور في هذا. يعني كأنه دكتور نور، كأنه نقول يعني إحنا بنعرف إنه السياسة والسياسيين ليسوا أبرياء دائما يعني، وربما غالبا. فيعني إذا أرادت الحكومة الفيدرالية وفي مثل المشهد الذي نعيشه الآن، إذا أرادت أن تحرج حكومة مقاطعة من المقاطعات، فهي تستطيع أن تتخذ قرارات تحرج فيها هذه الحكومة في المقاطعة، وعلى الحكومة في المقاطعة أن تنفذ. بالطبع كما قال المهندس حسن سابقا، في القريب الماضي القريب كان هنالك محاكمات وقضايا من الملكة ضد الملكة، من المقاطعات ومن البلديات ضد الحكومة الفيدرالية، شاهدناها في البايبلاين في بريتش كولومبيا. كانت مقاطعة بريتش كولومبيا قامت بقضية ضد الحكومة الفيدرالية، كما كانت بلدية برنابي في بريتش كولومبيا بدعوة ضد الحكومة الفيدرالية. فترى هذه الدعوة موجودة، وهل ممكن أن تكسبها؟ يعني حدث حادثة ممكن نتحدث عن حوادث معينة كسبت فيها الحكومة الفيدرالية من المقاطعة والمقاطعة من الحكومة الفيدرالية؟ بالطبع هنالك الكثير من الأمثلة. طيب في سؤال أعتقد هذا المهندس حسن، هل يمكن أن تتدخل الحكومة الفيدرالية في قرارات المقاطعة إذا كانت قرارات سيئة أو غير مدروسة أو ضارة بشكل عام؟ وأعتقد الأستاذة أمل تقصد القانون الجديد اللي نزل في مقاطعة كيبيك ضد الحجاب أو الرموز الدينية. الحكومة الفيدرالية لا تستطيع أن تتدخل مباشرة. كثيرون من إخوتنا وأخواتنا العرب والمسلمون الذين أتوا من بلاد أخرى يتصورون أنه بما أن الحكومة الفيدرالية أعلى، إذن عندها السلطة وبإمكانها أن تصدر أوامر. هذا غير صحيح. يعني أكبر، حتى رئيس الوزراء لا يستطيع أن يتدخل في شؤون أصغر شرطي في أي بلدية. هنالك القانون والقانون هو يحكم. الذي بإمكان الحكومة الفيدرالية أن تفعله، وهذا ما يقولون أنهم سيفعلوه الآن، ونحن ننتظر لنرى إن كانوا فعلا سيفعلونه أم لا. عندما يأتي المتضررون من قانون معين ويقدمون طلبا للمحكمة لإصدار قرار بأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الكندي، وهذا ما يحصل حاليا، هنالك قضية أمام القضاء أن القانون 21 يعارض شرعة الحقوق الكندية وشرعة الحقوق الكيبيكية التي هي جزء من الدستور الكندي. إذا المحكمة بإمكانها أن تنقض هذا القانون، الذي أقصى ما بإمكانها أن يفعل، ما بإمكان الحكومة الفيدرالية أن تفعله، هي أن تساعد مادياً المواطنين المتضررين الذين يقادون الحكومة الكيبيكية في هذا المجال. ولكن هنالك ثمن سياسي أيضا، كما شعرنا نحن في الانتخابات الأخيرة. صالي في كيبيك، وأي تحرك من قبل الحكومة الفيدرالية للانتقاص من سلطات الحكومة المحلية أو حتى للاعتراض على قانون اتخذه البرلمان المحلي سيكون له ثمن سياسي، وهذا الثمن السياسي سيدفعونه في الانتخابات.
من الأمور التي بإمكان الحكومة الفيدرالية أن تفعله وتفعله دائما هي أن تقفز من فوق رأس الحكومة المحلية وتقدم الأموال لمؤسسات أخرى، مثلا الجامعات هي من اختصاص من؟ من اختصاص المقاطعات، الجامعات البلديات من اختصاص المقاطعات، تأتي الحكومة الفيدرالية وتمول برامج في الجامعات وتبول برامج للبلديات دون المرور عبر البرلمان المحلي أو الحكومة المحلية. ومن سيرفض شيكا ومن يرفض هدية مالية تأتي من سواء أتت من أوتاوا أو أتت من كيباك، المال دائما مرحب به. وهذا ما يشكل كثيرا من الحساسية ما بين الحكومة المحلية والحكومة الفيدرالية. طيب ممكن أضيف؟ تفضل. يعني في مخالفة بسيطة، يحب لرئيس الوزراء الكندي ووزارة العدل أن تقوم بدعوة ضد أي قانون بالمقاطعات لرفضه أمام المحاكم الكندية. هذا ما لم يفعله رئيس الوزراء الحالي جوستن ترودو بالنسبة لقانون القانون 21 في كيباك. فمثلا رئيس الوزراء الكندي قام بمقاضاة مقاطعة بريتش كولومبيا الذي كان برلمانها رفض تمرير أنبوب النفط، لكن بضغط اللوبيات الحكومة الفيدرالية الكندية كانت قد لوت ذراع حكومة المقاطعة في بريتش كولومبيا ومررت وأخذت القرار بتمرير أنبوب النفط في المحاكم الكندية. كان ممكن لرئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أن يقوم بنفس الشيء ويلوي ذراع حكومة كيبيك بالنسبة للقانون 21، لكنه لم يقم بذلك كما أشار المهندس حسن، لأنه قد يدفع ثمنا سياسيا في هذا المطار. طيب. تعقيب على التعقيب إذا سمحتم. يتستطيع كما قال الدكتور نور، يعني أنا ونور وكأننا عشيقان، يعني دائما نوافق بعضنا بعضا. بس أنت كيبكوا يا دكتور، يعني العاشق والمعشوق هذا استثناء من المشهد السياسي. ولكن يا جماعة الخير، تستطيع لي الذراع ولكن ليس بطريقة مباشرة. تستطيع أن تقدم طلب للمحكمة وتطلب من القضاء فتوى إن كان هذا القرار دستوريا أم لا. أما الكلمة الأخيرة هي للقضاء. صحيح. الكلمة الأخيرة هي للقضاء، والحكومة الفيدرالية أو الحكومة المحلية قبل أن تتقدم للقضاء، لأن هناك تكاليف مادية طبعا وهناك ثمن سياسي. قبل أن تتقدم الحكومة سواء كانت فيدرالية أو محلية للقضاء، تدرس الأمور، لأنها ستعود عليه أولا ما هي التكاليف وخاصة ما هو الثمن السياسي. الأمور في كيبك أمور شائكة جدا وحساسة جدا، ولذلك الحكومة الفيدرالية وخاصة الليبراليين لا يتجرؤون كثيرا أن يتدخلوا ويثيروا حساسية الوطنيين أو القوميين الكيبيكيين. كيف طيب. كان لها خاصية I think في نعم. كندا إلا ما بعرف نشعر إنه إلها يا تفضل سامح. دكتور نور، أنا أيضا ما زلنا حتى نختم هذا الإطار، يعني أريد أن أفهم قضية بسيطة، أكيد بسيطة على حضراتكم، صعبة على حضراتنا. يعني كان بعض الأصدقاء من المنشغلين بالعمل السياسي لحدود معينة، بتعرف يعني المنشغلين في العمل السياسي كلهم يطلق عليهم منشغلين في العمل السياسي، لكن بعضهم ربما يكون هو وبعضهم يكون محترفين. فكان البعض يقول أن الأيديولوجيا لا تتدخل في المقاطعة، وإنما هي جل عملها على المستوى الفيدرالي. وحين ظهر القانون في كيبك، القانون كان له، لا أحد يستطيع أن ينكر أن له خلفيات أيديولوجية، لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تأثيرات أيديولوجية، هناك تأثرات أيديولوجية. فهل حقيقة أن الأيديولوجيا غائبة عن المسرح في المقاطعات وأنها تعمل دائما على المستوى الفيدرالي، أم أن هذا الكلام
مجرد يعني اقتراحات من البعض، والحقيقة الواقعة أمر مختلف. السياسة تلعب دورها وتستخدم الأيديولوجيا وتستخدم الدين وتستخدم الفكر وتستخدم المصلحة وتستخدم أي شيء تشاءه. بالطبع الأيديولوجيا هي داخل كل المجتمعات، وفي المقاطعات شأنها شأن الحكومة الاتحادية الأيديولوجيا تلعب دورا كبيرا. قد حسب تعريفك للأيديولوجيا قد تكون مطاطة أكثر في الاتحاد في الأمور الاتحادية أكثر منها في الأمور ذات المنحى في المقاطعة. السبب الرئيسي أننا نرى يعود إلى التعريف الأساسي، أن هنالك أمور كثيرة بالنسبة لموضوع الأيديولوجيا تهتم في أمور السياسة الخارجية والدفاع. فمثلا عندما نرى حزبين يتنافسان في أو ثلاثة أحزاب في المسرح الاتحادي الفيدرالي يكون لديهم آراء مختلفة تماما بالنسبة لدخول الحرب أو عدم دخول الحرب، بالنسبة لتسليح الجيش، بالنسبة للسياسة الخارجية ومواقفهم في شؤون جمع من الصين أو روسيا أو في الشرق الأوسط في موضوع القضية الفلسطينية أو فيما يختص بفنزويلا أو إيران. ترى المواقف ذات حدة أكثر في المقاطعات كون الاختصاصات هي أقل ديناميكية. فنرى مثلا في الجامعات والمستشفيات لا يوجد الكثير من الأيديولوجيا هنا، لكن تظهر في بعض القوانين. مثلا عندما رأينا موضوع الـ same sex marriage في أو same sex education في مقاطعة أونتاريو كان عملا أيديولوجيا بحتا، وانقسم عليه الكثير من مؤيد ومن معارض من أمور أيديولوجية. قضايا الإجهاض مثلا على المسرح الفيدرالي وعلى مسرح المقاطعات، قانون 21 في مقاطعة كيبك بالنسبة للرموز الدينية وعلمنة الدولة، كذلك أمور تختص بالشؤون المحلية مثلا البيئة في ألبرتا. كون نرى الأيديولوجيا الذين يهتمون بالبيئة ضد الذين مع ضد اللوبيات الذين ينظرون إلى موضوع الشركات النفطية. فالأيديولوجيا هي في صلب الموضوع. أرى أخي حسن يريد أن يعقب، ممكن يساعد. طبعا الأيديولوجيا هي في صلب العمل في سواء في المقاطعة أو في الاتحاد أو على صعيد الحكومة الاتحادية، ولكن قد تختلف في أي مجال. يعني مثلا عندما يأتي مسألة الانفصال أو الوحدة الكندية، نرى أن الحكومة الفيدرالية أيديولوجية 100% لأنها تريد أن تحافظ على الوحدة الكندية مثلا، بينما حكومة وفي كيبك أيضا كذلك هناك فريق يريد الانفصال أو على الأقل يريد أخذ أكبر عدد من السلطات من الفيدرالية ليحضر المقاطعة، ومن الطرف الآخر هناك الفيدراليين داخل كيبك مثلا الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي كان في الحكومة الماضية كويار، أيديولوجيته هي أيديولوجية اتحادية، بينما لاكاك هو الآن هو عنده أيديولوجية الحكم الذاتي، والبارتي كيبيكو الذي كان قبله عنده أيديولوجية الانفصال. هي مسألة أيديولوجية بحتة 100%. قضية علمانية الدولة كما تفضل الدكتور نور هي أيديولوجية 100%، وتعود جذورها للاضطهاد الذي تعرض له السكان في كيبيك، وخاصة الكاثوليك في كيبيك على يد الكهنوت الكنيسة الكاثوليكية. ولذلك عندما يرون أخواتنا بالحجاب تعود بهم الذاكرة إلى الأيام التي كانت كل المدارس مسيرة من قبل الراهبات، والراهبات كان لهم تاريخ ليس التاريخ الجميل مع الطلاب في تلك الفترة، وبالتالي
كثير من الكيبيكين يقولون نحن لم نتخلص من ديننا لنتبنى دين آخرين، ونحاول جاهدين أن نقول لهم أن الأخت أختنا المسلمة التي تضع الحجاب ليست راهبة ولا تريد أن تسيطر عليكم كما سيطرت عليكم الكنيسة فيما مضى، ولكن يعني المسألة عميقة في أذهانهم، مسألة السيطرة الكنسية على تصور أنه لم يكن هنالك وزارة للتربية في كيبك حتى عام 1960. فيما مضى كانت كل الشؤون التربوية، المدارس وشؤون الصحة بيد الراهبات، يعني المستشفيات والمدارس كانت بيد الراهبات حتى عام 1960 عندما قاموا بما يسمى في ذلك تاريخيا باسم الثورة الهادئة. وبالتالي المسألة مسألة أيديولوجية 100% ونحن نعاني من هذا الموضوع. ولكن حتى أكثر الناس تعصبا لأيديولوجيتهم عندما يصلون إلى السلطة، كما نعرف أن السياسة هي فن الممكن، يحاولون تشذيب طموحاتهم الأيديولوجية ليتعاملوا مع الواقع كما هو، يكون نوع من المرونة، وهذا سواء كان على الصعيد الفيدرالي أو على الصعيد المحلي. وبالنهاية الذين يحكموننا يعني في كندا وفي كل بلدان العالم، الحاكم والمحكوم بشر، وبالتالي البشر يتكيفون مع واقعهم. أنا بس بدي أذكر الجميع أنه هذه هي عبارة عن الحلقة الأولى من سلسلة حلقات حتكون عن السياسة في كندا، سنتدرج فيها من الألف إلى الياء، سنتكلم في الحلقات القادمة الأربع حلقات أو الخمس حلقات عن الأحزاب السياسية، سنختار الأحزاب تباعا حسب كان في اقتراح حسب الانتخابات الداخلية اللي حتكون موجودة عندهم، وبالتالي إن شاء الله نقدر نغطي هاي الأحزاب في وقتها. لكن في سؤال إجا قبل دقائق إنه هل الأحزاب السياسية كلها منخرطة في الحكومة المقاطعة والحكومة الفيدرالية بنفس الانخراط أم في اختلاف؟ وهل الأيديولوجي مثلا نعرف إحنا الحزب الليبرالي مثلا موجود فيدرالي وموجود في مقاطعة كيبيك وأنتاريو ومقاطعات أخرى، هل هو بنفس السلطة أم هو يختلف حزب آخر بس بنفس الأيديولوجية؟ تختلف الأحزاب بهذا الإطار كليا. فنجد مثلا الحزب الليبرالي على المستوى الفيدرالي قد يكون مختلفا كليا في المقاطعة، في بعض المقاطعات هنالك تناغم، مثلا في مقاطعة أونتاريو ترى معظم الليبراليين هم ليبراليين في المقاطعة وفي الفيدرال. بالحزب الديمقراطي الجديد العضوية في الحزب الليبرالي في الحزب الديمقراطي الجديد على المستوى الفيدرالي هي عضوية في البروفنس والعكس صحيح، يعني إذا أنت تشتري عضوية بحزب الديمقراطي الجديد بأونتاريو تصبح أوتوماتيكيا عضوا في الحزب الديمقراطي الجديد فدراليا، وإن اشتريتها فدراليا تصبح أوتوماتيكيا عضوا في الحزب الديمقراطي الجديد في الدائرة أو في المقاطعة التي تنتمي إليها. في الأحزاب الثانية هنالك اختلاف، مثلا بكيبيك جان شيري كان ليبراليا على مستوى المقاطعة، كان رئيسا لوزراء مقاطعة كيبيك ورئيس الحزب الليبرالي في مقاطعة كيبيك، بينما سابقا كان هو نائبا في البرلمان الكندي عن الحزب المحافظين، وانتمى فدراليا للحزب لحزب المحافظين، وكان اسمه لامعا في هذه الدورة ممكن أن يترشح لرئاسة حزب المحافظين على المستوى الفيدرالي. في مقاطعة بريتش كولومبيا مثلا في المقاطعة لا يوجد هنالك حزب محافظين على مستوى المقاطعة، فالفيدراليين الليبراليين والفيدراليين المحافظين على مستوى المقاطعة يجتمعوا على مستوى الفيدرالي يجتمعون سوية في الحزب الليبرالي على في بريتش كولومبيا ويترشحون ضد حزب الـNDP، فترى نفس الشخص
يكون عضوا في الحزب المحافظين في المستوى الفيدرالي، لكن لأنه ليس هنالك حزب محافظ في المستوى المقاطعة يكون عضوا في الحزب الليبرالي. هنالك أحزاب في المقاطعات لا توجد على المستوى الفيدرالي، مثلا في ساسكاتشوان هنالك حزب اسمه ساسكاتشوان بارتي وهو الحاكم الآن في مقاطعة ساسكاتشوان. في ألبرتا هنالك حزب وايلد روز على مستوى المقاطعة، لا يوجد منه هذا الحزب في على مستوى الفيدرالي. فتختلف الأحزاب بين الفيدرالي والمقاطعة، ويمكن لأي شخص أن يكون حزبا عضوا في حزب في الحزب الفيدرالي مثلا في الحزب الديمقراطي الجديد، وأن يكون في على المستوى المقاطعة عضوا في حزب المحافظين أو الخضر أو أي حزب آخر. تفضل. أوكي. تماما كما قال الدكتور نور. كذلك حتى شاري كان جون شاري كان وزيرا في حكومة براين موروني عدة وزارات. بوبري الذي كان رئيسا لوزراء أونتاريو عن باسم الحزب الديمقراطي الجديد، ومن ثم كان وزيرا في أوتاوا في الحزب الليبرالي. إذن المسألة ليس هنالك علاقة تنظيمية ما بين الحزب في المقاطعة والحزب في أوتاوا، وإن كانا يحملان نفس الاسم. هنالك علاقة أيديولوجية، يعني مثلا الليبراليون في الحزب الليبرالي الكيبيكي والحزب الليبرالي الفيدرالي بشكل عام الأعضاء في نفس الحزبين هم نفس الأعضاء لأنهما يدافعان عن الوحدة الكندية مقابل الحزب الكيبيكي الانفصالي. ولكن لهذا لا يعني أنه ليس هنالك خلافات ما بين الحزب الليبرالي الكيبيكي والحزب الليبرالي الفيدرالي، لأن مثلا كويار عندما كان رئيسا للحكومة المحلية باسم الحزب الليبرالي، أو حتى روبير بوراسا أيام زمان، دائما الليبراليون في كيبيك حتى عندما يكونون في السلطة يجدون أنفسهم دائما ما بين المطرقة والسدان. يعني الجو العام في كيبيك يريد صلاحيات أكبر للمقاطعة، والحكومة الفيدرالية وخاصة إذا كانت بحكم الليبراليين في أوتاوا لا تريد أن تعطي أي سلطة إضافية لأي مقاطعة من المقاطعات، وبالتالي يجد نفسه الليبرالي بالمقاطعة يجد نفسه ما بين نارين. طيب. دائما يصورونه كأنه خائن لكيبك وأنه عميل لأوتاوا. نعم. وهذا ما يحصل بشكل عام. طيب. هنالك أرى أن الساعة تمر بسرعة، هنالك ملاحظة لم نتطرق لها أبدا. طبعا. تحدث الدكتور نور في البداية تحدث عن أربع مستويات للحكومة. صحيح. وهذا نعم. صحيح إلى حد ما، هنالك الفيدرالي والمقاطعة، والدكتور نور أضاف البلديات والإدارات المدرسية، ولكن دستوريا البلديات والإدارات المدرسية دستوريا لا وجود لها، هي صنيعة الحكومة المحلية. يعني أي سلطة للبلديات أو أي سلطة للإدارات المدرسية هي ما تمن عليه الحكومة المحلية للإدارات البلديات، وبإمكانها أن تنتقص أو أن تزيد حسب مزاجها، ولكن المزاج هنا دائما يكون مرتبطا بالثمن السياسي، لأن بما أن البلديات أقرب للقاعدة الشعبية وبإمكانها أن تؤثر على القاعدة الشعبية في خاصة في الانتخابات، تبقى الحكومات المحلية مضطرة لعدم الانتقاص كثيرا من صلاحيات البلديات أو الإدارات المدرسية أو كذا. أما دستوريا كما يقولون في الدستور أن البلدية وإدارة المدارس هي صنيعة الحكومة المحلية. طيب أنا إذا ممكن أضيف كلمة بسيطة على الموضوع. تفضل دكتور. هذا صحيح 100%، وعلى هذا المضمار نرى أن انتخابات البلديات تكون في نفس اليوم في المقاطعة. مثلا في كيبك انتخابات البلديات كلها في نفس اليوم بقانون من الحكومة المقاطعة، في أونتاريو نفس الشيء.
موضوع آخر، ما حصل في بلدية تورونتو في الانتخابات الماضية عندما جاء دوك فورك وانتخب رئيسا لوزراء مقاطعة كيبيك، أخذ أخذ قرارا بتصغير مجلس بلدية تورونتو 40 عضوا إلى 25 عضوا وهم في الانتخابات. غير الدوائر وغير الأعضاء ولم يكن باستطاعة المجلس البلدي فعل أي شيء، ذهبوا إلى المحكمة ولا يمكنهم أن يغيروا أي شيء. طيب ولكن كما قلنا الثمن سياسي، ولكن الآن كورونا غيرت أمورا كثيرة، بإمكان الحكومة المحلية كما فعل دوك فورد أو كما فعل غيره أن يأخذ قرار ويتشبث به، ولكن عليه أن يتحمل تبعات قراره عندما يأتي إلى الانتخابات. طيب سأبقى مع المهندس حسن، أرجو منك مراجعة سريعة للمجالس المختلفة الموجودة في على مستوى الفيدرالي والمقاطعات وآلية وشروط الترشح للانتخابات فيها. بشكل عام كما قلنا سابقا، على الصعيد الفيدرالي عندك مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكلاهما يشكل أجزآن من البرلمان. مجلس الشيوخ معين، مجلس النواب، مجلس العموم منتخب، وكما تفضل وما كما قلنا فيما مضى كندا مقسمة 338 مقعد نيابي، ولكن تتغير من دورة إلى أخرى حسب تزايد السكان. السكان يزيدون وعدد السكان في منطقة من المناطق يزيد وعدد في منطقة أخرى ينقص، وبالتالي الحدود ما بين دائرة وأخرى يتغير من انتخابات للانتخابات التي تليها. هذا على الصعيد الفيدرالي. على الصعيد المحلي أو كما يقولون بالإنجليزية provincial، كل مقاطعة عندها برلمانها المحلي، ونفس الشيء الانتخابات. مثلا عندنا في كيبك 125 نائب، كل مقاطعة هي التي تقرر كم هو عدد النواب، ولكن تقريبا كما يحصل في الاتحاد في الحكومة الفيدرالية، ما عدا قضية مجلس الشيوخ ليس في المقاطعات ليس هناك مجال الشيوخ. البلديات تماما كما يحصل في المقاطعات، كل بلدية طبعا هنالك في فرق ما بين بلديات المدن الكبرى كتورونتو ومونريال وأوتاوا وكالجاري، هنالك يكون شبه برلمان يسمون المجلس البلدي، وهنالك اللجنة التنفيذية. المجلس البلدي تقريبا هو موازي للبرلمان على الصعيد الفيدرالي أو المحلي، هناك يسمونه المجلس البلدي، والمجلس البلدي يختار لجنة مصغرة يسميها اللجنة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس البلدية هي التي تحكم المجالس. وكذلك كما تفضل دكتور نور، الانتخابات في المجالس البلدية على صعيد المقاطعة كلها تجري في يوم واحد. البلديات الصغيرة طبعا عدد الأعضاء في المجلس البلدي أقل، والبلديات التي تكون صغيرة جدا المجلس البلدي هو بنفس الوقت المجلس اللجنة التنفيذية. يعني عندما تكون بلدية فيها فقط مثلا 6 أعضاء في المجلس البلدي لا يكون هنالك لجنة تنفيذية. إدارات المدارس نفس الشيء كما يحصل في كما في المجالس البلدية، تجري هنالك انتخابات. وكما قلنا سابقا البلديات والمجالس المدرسية هي صنيعة الحكومة المحلية، والحكومة المحلية هي التي تأخذ وتعطي حسب مزاجها، وخاصة نكرر هذا حسب الجو السياسي العام. عندما كان هنالك مثلا أزمات مادية، كانت الحكومات المحلية تنتقص من مدخول البلديات وتعطي للبلديات مسؤوليات كانت هي بالحقيقة من صلاحية المحافظة، وبالتالي يظهر أن وكأن المحافظة لا تقوم بدورها كما يجب، لأن حكومة المقاطعة وضعت على كاهلها مسؤوليات أكثر مما عندها من موارد. بشكل عام هذا الذي يحصل. البلديات الكبرى بشكل عام هنالك أحزاب بلدية تتنافس
تتنافس على السلطة في البلدية. القرى الصغيرة، القرى والدساكر، ليس هنالك من الضرورة أحزاب بلدية، هنالك أفراد يترشحون لعضوية المجلس البلدي. بشكل عام هذه هي في توضيح من الدكتور نور، نسمع التوضيح. تفضل دكتور نور. موضوع الأحزاب في البلديات وخاص في كيبك، معظم المقاطعات الأخرى ليس فيها أحزاب في البلديات. موضوع الأحزاب في البلديات هو في كيبك. مثلا في كاتينو يكون هنالك عدة أحزاب تترشح، وكل حزب يرشح أعضاء إلى المجلس البلدي، والحزب الذي يفوز بالأكثر أعضاء أو ممكن أن يكون منه أن يدير البلدية حسب خطته. أما في مقاطعة أونتاريو أو ألبرتا أو بريتش كولومبيا، هنالك مجالس بلدية تنتخب بالأعضاء شخص شخص عن كل دائرة، وليس هنالك من أحزاب. يعني هذه الأمور، عفوا، هذه سؤال للتوضيح، هذه الأمور تنظمها لوائح أم هي اجتهادية من الأحزاب أن إذا كانوا مهتمين أن يكون عملهم في هذه المنطقة حزبي أو يعزفوا عن العمل في هذه المقاطعة؟ الأحزاب تأتي ببرامج. نعم. المرشح في دائرته يتكلم عن دائرته. الأحزاب تأتي ببرامج كاملة لكل المدينة، البعض منها أيديولوجي. مثلا في مونتريال كنا نرى الأحزاب المرشحة طبقا كانت قريبة من الأحزاب الفيدرالية، كان معظم داعمي الحزب الليبرالي يدعمون دوني كودير، والذي هو إيكيب دوني كودير، والذي هو كان وزيرا سابقا في الحزب الليبرالي أيام جون كيان، وكان مثلا معظم داعمي الحزب الديمقراطي الجديد وداعمي الخضر كانوا يدعمون فاليري بلانت وبروجي مونتريال، الحزب الذي فاز في الانتخابات. بدي أزيد، تفضل. لا دكتور جمال، التعقيب على التعقيب، الدكتور نور قال أن الحزب الذي ينال أكثر مقاعد هو الذي يختار رئيس البلدية. لا. هذا ليس دقيق. في كيبك عندما يذهب الناخب ويصوت، يصوت على نفس الورقة عنده، ينتخب الممثل عن الدائرة الانتخابية البلدية عن الحي ورئيس البلدية. يعني مثلا في موريال عندما كان ديني كودير مرشح، بإمكان الرجل الناخب أن ينتخب مثلا من يريد عضوا عن الدائرة، وإن كان يريد فاليري بلونت كرئيس بلدية أو ديني كودير أو كذا. وهذا هذا كان يحصل، أن قد يحصل مثلا قد يفوز رئيس البلدية كشخص ولكن لا يفوز حزبه معه. صحيح. وحتى هنالك نوع من الميوعة في العلاقة ما بين الفيدرالي والبروفنسيال. مثلا بالعام 2017 كما تفضل الدكتور نور، كان هنالك بشكل عام الفيدراليين مع ديني كودير والديمقراطيين الجدد مع فاليري بلونت، ولكن الانتخابات التي سبقتها كان ميلاني جولي مرشحة لرئاسة البلدية ضد ديني كودير. حنتحدث مهندس حسن، حنتحدث عن طبيعة الأحزاب وطبيعة المواقف التي تتخذها الأحزاب، لكن الآن على الهيكل، لو بقينا على مستوى الهيكل التنظيمي أو الشكل التنظيمي للدولة، بس نضيف شغلة يمكن دكتور نور تطرق لها، اللي هي سن القوانين. سن القوانين تطرق الدكتور لجزء منها كبير، وهو سن القوانين النظامية اللي تبدأ من في البرلمان وتنتهي عند النائب العام أو الحاكم العام، ولكن في جزء تاني اللي هو السوبريم كورت، اللي هو أيضا إذا مر عليه أي حالة وأصدر فيها قرار تصبح قانون، صح ولا لا؟ لا لا لا. تفضل تفضل أستاذ حسن. لا، المحكمة لا تصدر قوانين، المحكمة عندما يصدر قانون معين، دائما السلطة التشريعية بيد البرلمان، نقطة إلى أول السطر، سواء المحلي أو الفيدرالي. السلطة التشريعية، هنا تقاسم سلطات في كندا، التنفيذي والتشريعي والقضائي. التشريعي هو بيد البرلمان. الذي يفعله القضاء عندما يصوت البرلمان على قانون معين،
بإمكان القضاء إما حسب مثلا لأن إحدى الحكومات طلبت منه مراجعة هذا القانون أو أحد المواطنين أو كذا. إذا المحكمة، وليس من الضروري أن يكون المحكمة العليا للسوبريم كورت، لا، قد تكون محكمة دنيا أيضا، إذا المحكمة أصدرت أن قانونا معينا يخالف الدستور وبالتالي تسقط القانون ويعود الأمر للبرلمان ليصوت على قانون بديل أو ليعدل هذا القانون ليتماشى ليكون دستوريا. أما المحكمة لا تصدر قوانين، يعني هي ممكن أن ترد أو تطعن، لكنها لا تصدر القانون، لا تصدر قانون. وقد تقترح قد تقول البرلمان أن هذا القانون بشكله الحالي غير دستوري، وإذا عدلت مادة كذا لتكون كذا وكذا تصبح دستورية، تصبح يعني ترد في النهاية، ترد الأمر لصاحب القرار، لصاحب القرار التشريع. يا واضح. أنا عندي سؤال، تفضل. معلش أنا عندي سؤال للدكتور نور. دكتور نور، تدور دائما قبل الانتخابات في كندا جملة إني أنا رايح أنتخب جاستن ترودو، أوكي، مع إنه جاستن ترودو مش نازل عنده في الـ في الـ في الدائرة. في خلط I think بين الانتخابات الأمريكية والانتخابات الكندية، طريقة اختيار الرئيس، إحنا عندهم هم رئيس دولة، إحنا رئيس وزراء. لو بس توضح لنا بشكل سريع هذه النقطة. دكتور نور، دكتور نور، البعض لما يروح بيشوف جاستن ترودو موجود بضيف اسمه وبحط عليه صح. صح. هذا اللي كنت هذا اللي قلت لي اياه انا بالانتخابات الماضيه. خلي بالطبع يعني احاول بالمجمل العام من خلال بحثي ودراساتي في هذا المجال اوضح شيء، ان معظم الاحزاب في كل دول العالم وليس في كندا فقط، رئيس الحزب يكون له الباع الأكبر في توجيه الحزب ويكون الوجه الأكبر في الحزب، وبالتالي يقال أن رئيس الحزب قد يجلب 50% من الأصوات إلى حزبه، ومن ثم حتى في الدوائر الصغرى يمكن أن يكون هنالك أناس يدعمون رئيساً للحزب ويصوتون له وبناء عليه ويصوتون للمرشح في ذلك في تلك الدائرة إعجابا برئيس الحزب. والمثل الساطع الأكبر في كندا هو انتخاب الديمقراطيين الجدد في كيبيك في العام 2011 ب 59 نائب من أصل 75 نائب في تلك الفترة. كنت في لقاء مع جاك ليتون 3 أسابيع قبل الانتخابات، وقال لي حرفيا أنه في كيبيك عندهم 9 دوائر لم يأخذ الحزب الديمقراطي الجديد أكثر من نائب واحد في كيبيك في أوترمون. قال لي أن عندهم 9 دوائر وهم يحاولين أن يربحوا معظم هذه الدوائر 9. هذه 3 أسابيع قبل الانتخابات. يوم الانتخابات ربح الديمقراطيون الجدد 59 نائبا في البرلمان، وكانت على قرار هنالك في مقاطعة كيبيك برنامج تلفزيوني يقال كلام الناس، تول موند ان بارل، الجميع الكيبيكيون يسمعونه أو الغالبية العظمى. وهذا البرنامج استضاف كل مرشحي الأحزاب، وجاك ليتون كان الفائز في هذه في المناظرات وفي المقابلات. مقدم ذلك البرنامج قال جملة شهيرة، سيلابون جاك، أو هذا هو الصبي الذي نريد أن ننتخبه واسمه جاك. تلقف الحزب الديمقراطي الجديد ووضع بجانب صورة كل أحد مرشحيه صورة لجاك ليتون، فكانت هنالك أحد النواب في البرلمان سيدة تعيش في مقاطعة في مدينة جاتينو، رشحت عن دائرة لم تزرها لم تعرفها، بيرتي موسكونت لروث أولون بروسو، كانت قد اشترت تذكرة وقت الانتخابات إلى لاس فيغاس، وهي في لاس فيغاس انتخبت عضوا في مجلس العموم.
لأن الجميع الناس في الدائرة الذين لا يعرفوها ولم يروها من قبل انتخبوا الحزب الذي يرأسه جاب ليتون في تلك الدائرة، والكثير من الناس ينتخبون رئيس الحزب، ينتخبون مرشح ما لأنهم يحبون رئيس الحزب أو يرون برئيس الحزب ما يرونه من شخصية مميزة، إن كانت على سبيل السياسات أو إن كانت للحب الشخصي، حتى لو لم يكن شيئا آخر. هنالك الكثير من السيدات لا انتخبنا جاستن ترودو لجمال شعري. طيب نعم احنا اتفضل مساند حسن لو سريعا ولكن يعني الذي قال الدكتور نور صحيح، ولكن كذلك هنالك نوع من العقلانية بهذا، يعني اذا قلنا ان هذا لا عقلاني، ولكن في جانب من العقلانية التي مثلا الذي يريد شخصا معين، يحب شخصا معين، سواء جاك ليتن او جاستن ترودو او شخص اخر، حتى يكون هذا الشخص رئيسا للوزراء يحتاج عدد معين من النواب، على اذا كان يريد حكومة أغلبية يحتاج ل 170 نقاد، او حكومة أقلية يحتاج يكون عنده اكبر عدد من المقاعد. وبالتالي الناس الذين ينتخبون مرشحا حتى وان لم يكونوا يعرفونه، لمجرد انه مرشح هذا الزعيم او ذاك الزعيم الذي يريدونه رئيسا للوزراء، هم مضطرون لينتخبوا مرشحه في هذه الدائرة ليستطيع هذا الرئيس الحزب أن يصل إلى السلطة. يعني حتى وإن كان مثلاً جاستن ترودو مرشح فقط في بابينو، إذا فقط انتخبه المناخبون في بابينو لا يمكن أن يكون رئيس وزراء. يعني حتى أنا شخصياً عندما في معركة الانتخابية عانيت من هذا الموضوع. كثيرون من الناس كانوا يقولون أنا أصوت لتريدو، أنا كنت أقول لهم إذا رأيت اسم تريدو على اللائحة صوت لتريدو، ولكن إن لم تجد اسم تريدو صوت للذي تعرفه وهو أنا. ولكن أنا أفهم أن المسألة عندما يريد أن يكون رئيس تريدو رئيسا للوزراء سينتخب في كثير من الأحيان، كما تفضل دكتور نور عن هذه السيدة من جاتينو، كثيرون من الناس يصوتون لمرشحين لا يعرفونهم ولا يعرفون اسمهم، اسم هذا المرشح، ينظرون مثلا ما هو الحزب كذا أو الحزب كذا ويصوت للحزب. احنا طبعا هذا التفاصيل ان شاء الله في اللقاء القادم حيكون فيها ابحار اكبر، وطريقة الاحزاب وطريقة التعاطي مع الاحزاب وطريقة تشكيل الاحزاب ونظرة الاحزاب للبرلمان وطريقة تعاملها معه والقوانين في الترشيحات، قوانين الترشيح والانتخاب في اللقاءات القادمة ان شاء الله. ولكن من الجيد أنه استطعنا أن نلم موضوع الهيكل الإداري والسياسي في المشهد الكندي بشكل جيد على ما أظن، وإن شاء الله نستأنف فيما تبقى في اللقاءات القادمة في الأسابيع القادمة إن شاء الله. إن شاء الله تابعونا على الحلقات القادمة. الأسبوع القادم رح نرجع لكم بنفس الوقت وبنفس اليوم على قناة تي في. بنشكر الدكتور نور والأستاذ حسن على تشريفهم لنا وعلى إعطائنا هاي المعلومات. أكيد الأسبوع القادم حيكون لنا معلومات أكثر. حنبدأ مع حزب المحافظين Conservative Party، وحنتكلم عنه بشكل عام، تاريخه، ما له وما عليه، كيف يمكننا أخذ صورة كاملة عن هذا الحزب. نشكر جميع المشاهدين اللي علقوا على التعليقات، وتصبحون على خير. بذكركم بحلقات غدا إن شاء الله الساعة 7 والساعة 9. مساكم خير. شكرا.